شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، نسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. مع تحديات هذا المساء لأبناء القبائل، مع سن الحيل والزمول، ومع انطلاقة شوطنا الرابع، شوط الرئيسي للزمول العمانيات، المسافة هي 8 كيلومترات، الجائزة نقدية قيمة للفائز بالمركز الأول. تقدم مباشرة مع المركز الأول سراب وحمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري. من يقدم لنا سراب مع المركز الأول؟ المركز الثاني الوصول من زعفران بشعار أحمد بن عبد الله بن ضاحي آل بو عميم. من يقدم لنا زعفران مع المركز الثاني والمركز الثالث في هذه اللحظات؟ فراع بشعار ناصر بن حمد بن حسين بن جرحب. من يتواجد بشعاره على المركز الثالث؟ النقلة والدور إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. هنا يحضر لزام بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي. من يتواجد مع لزام على المركز الرابع وخامس الأسماء وخامس التحديات؟ هنا مرشح بشعار سعيد بن سالم بن حمد العويسي وأبناء السلطنة حاضرين في هذا المسار وفي هذا المساء مع هذا الشوط الرئيسي. من ينطلق شعار العويسي مع المركز الخامس؟ هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة في دائرة النداء. العودة مباشرة إلى المركز الأول شعار البو عميم. من يتواجد مع انطلاقة زعفران مع المركز الأول أحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم؟ من يقدم لنا زعفران مع المركز الأول؟ ولكن شعار بن جرحب واصل مع ثاني الأسماء، مقدما لنا فراع بشعار ناصر بن حمد بن حسين بن جرحب المري. من يتواجد بشعاره على المركز الثاني والمركز الثالث الوصول والانطلاقة؟ من قبل الزام بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي وشعار المهندي الواصل والقادم مع المركز الثالث، وشعار بن صفوة مع المركز الرابع. من يقدم لنا انطلاقة سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري بشعاره وبانطلاقة سراب على المركز الرابع، وشعار العويسي مع المركز الخامس؟ من يتواجد مع مرشح بشعار سعيد بن سالم بن حمد العويسي؟ من ينطلق مع خامس الأسماء؟ لا جديد على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات المميزة والكبيرة الحاضرة هنا مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الرئيسي مع هذا الشوط الرئيسي للزمول العمانيات. من تتواجد هذه الأسماء الباحثة والطامعة بالانتصار بهذا الفوز وبهذا الانتصار في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع؟ العودة هنالك مع الصدارة ومع المركز الأول، مع من غير إلى صدارة هذا الشوط لزام بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي. من يتواجد بشعاره على المركز الأول؟ المركز الثاني الوصول من قبل زعفران أحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم. من يقدم لنا زعفران مع المركز الثاني؟ من يندفع بهذا الاندفاع المميز وأبناء الإمارات العربية المتحدة القادمين هنا من ميدان الوثبة الحاضرين بهذا الاندفاع المميز والكبير؟
هنا يتقدمون أبناء دانة الدنيا دبي، من يتواجدون هنا مع انطلاقة هذا الشعار، شعار أحمد بن عبد الله بن ضاحي أبو عميم، من يقدم لنا زعفران مع المركز الثاني، ولكن رسلان، رسلان مع المركز الثاني بشعار بن مقارح، من يقدم لنا رسلان علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. يا سلام، وصل راعي هباش مقدم لنا رسلان مع المركز الثالث، راعي هباش ناوي على الشوط، ناوي على الشوط الرئيسي هنا في هذا المساء، مقدم لنا رسلان مع المركز الثالث. المركز الرابع سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، من يقدم لنا سراب؟ المركز الرابع هنا سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، من يقدم لنا سراب مع المركز الرابع، ولكن الوصول والقدوم من المركز الخامس هنالك مرشح سعيد بن سالم بن حمد العويسي، من يتواجد مع مرشح على المركز الخامس، ولكن العودة هنالك مع المركز الأول، العودة إلى لزام بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي، من ينطلق مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، مقدما لنا اندفاعة وانطلاقة لزام، ولكن رسلان، رسلان مع المركز الثاني يصل هنا بشعار علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، من يقدم لنا رسلان؟ راعي هباش، وراعي متعود، وراعي الكثير والكثير من الاسماء الكبيرة، من يتواجد بشعاره على المركز الثاني بهذا الشعار الشطرنجي الكبير الحاضر، الحاضر هنا مع انطلاقة واندفاعة رسلان على مركز الوصافة، المركز الثالث وصول من قبل بهذه اللحظات شعار بن صفوة مع سراب وحمد بن راشد بن محمد بن صفوة، من يقدم لنا سراب مع المركز الثاني، مع المركز الثالث، المركز الرابع الوصول من زعفران أحمد بن عبد الله بن ضاحي آل بو عميم، من يتواجد بشعاره على المركز الرابع، والمركز الخامس مرشح سعيد بن سالم بن حمد العويسي، من يقدم لنا مرشحة، وأيضا وصلت الأسماء والشعارات الباحثة عن الفوز وعن الانتصار، ولكن العودة مباشرة إلى من غير إلى صدارة هذا الشوط. انطلق رسلان، اندفع رسلان بشعار علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، يقدم لنا رسلان، رسلان، رسلان يتقدم بهذا الأداء المميز، بهذا الأداء الكبير بشعار هنا علي بن راشد بن مقارح، من يتواجد مع اندفاعة رسلان، ولكن لزام مع المركز الثاني بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي، من يقدم لنا لزام؟ ولكن وصل زعفران، وصل زعفران، غير مع المركز الثاني أحمد بن عبد الله بن ضاحي آل بو عميم، من يتواجد بشعار وابناء الامارات العربية المتحدة، نرحب بالجميع، نرحب بجميع الضيوف، بجميع الضيوف القادمين من اجل المشاركة في هذا المهرجان الغالي، ابناء الامارات وابناء المملكة وابناء دولة الكويت وابناء البحرين وابناء السلطنة المتواجدين هنا مع هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، هنا تتواجد هذه الشعارات، ويتواجدون أبناء القبائل من أجل الفوز والانتصار. لزام مع المركز الثالث بشعار المهندي أحمد بن حسن بن ناصر المهندي، المركز الرابع الوصول من قبل شعار بن صفوة مع سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، مقدما لنا سراب مع المركز الثالث، المركز الرابع الوصول من ممتع أحمد بن محمد بن سعيد العامري، يقدم لنا ممتع، ولكن يصل شعار الموج، وصل الموج في هذه اللحظات مع الكل.
الأخير، الكيلو الكبير، كيلو التحدي، كيلو ميدان التحدي. هذه الأسماء العملاقة، هذه الشعارات الكبيرة. ولكن رسلان، رسلان يا بن مقارح، رسلان يا بن مقارح، انطلق رسلان، اندفع رسلان. ولكن المهندي خطير، المهندي خطير مع لزام، غير مع المركز الأول، غير مع الصدارة، غير مع هذا الانطلاق الكبير. زعفران وأبناء الإمارات العربية المتحدة، انطلق شعار المهندي وشعار البعميم. من يتواجدون؟ وصل شعار الموج، وصل شعار الموج، وصل شعار زاخر، وصل شعار زاخر، وصل الموسى، وصل الموسى مع نسناس عبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز الموسى وابناء المملكة العربية السعودية مع شعار الموج الأزرق. ولكن العودة إلى زعفران، العودة إلى لسام، الشوط الرئيسي للعمانيات الزمول. انطلق لسام، انطلق لسام، ولكن من عضيلي، من عضيلي مع المركز الثاني. ولكن لسام، لسام المهندي، لسام المهندي، لسام المهندي، سلام يا المهندي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز والكبير. المركز الثاني ممتع بشعار احمد بن محمد بن سعيد بالعضيل العامري. المركز الثالث كان زعفران احمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم. المركز الرابع رسلان علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. والمركز الخامس كان الوصول من معزم راشد بن حمد بن مبارك المهيري. تهانينا، تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان لمالك لزام احمد بن حسن بن ناصر المهندي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. 12 دقيقة 50 ثانية 52 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس له على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لمالك احمد بن حسن بن ناصر المهندي على فوز لزام. المركز الثاني ممتع بشعار احمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري من قدم لنا ممتع مع المركز الثاني. 12 دقيقة 50 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث زعفران بشعار احمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم. 12 دقيقة 52 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين على بركة الله. انطلق